معكم بفيديو جديد من قناة بيبل ستار. اليوم عندنا نزال بين الشجاع المنتصر للاعب شهاب والاندفاع الصخري للأسف مع عندي الكلب متوحش. يلا نبلش الجولة الأولى. الاندفاع الصخري إنه متوازن وثابت والشجاع يهاجمه ويرد المهاجمة تنخفض سرعته. الاندفاع الصخري ان الشجاع يفوز الشجاع بصمودي اكثر في الحلبة. النزال الثاني استعداد ابدا. هيا يا شجاع ان الشجاع بكامل قوته واحد يريد تحطيم الاخر. يفوز الشجاع بصمودي اكثر في الحلبة.